الظاهرة من الميادين وأبرز ما فيها. ترامب يهدد روسيا بأن الصواريخ آتية إلى سوريا، وموسكو تؤكد أنها جاهزة للرد سريعا. مقتل 257 شخصا بتحطم طائرة عسكرية جزائرية عند إقلاعها من القاعدة العسكرية في بوفاريك. طائرة مسيرة للجيش اليمني تقصف مطار أبها السعودي في عسير وشركة أرامكو في جيزان. قصف إسرائيلي على نقطة رصد للمقاومة شرق غزة بعد انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية للاحتلال. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة التي نبدأها من نافذتنا في دمشق مع الزميلة وفاء سرايا. أهلا بك وفاء. مساء الخير لك ملحم ولكل مشاهدينا الكرام. إذا نحن مستمرون معكم بمواكبة هذه التغطية التي كنا قد أتينا بمواكبة ميدانية لتطورات الغوطة الشرقية وأعلان الانتصار بشكل كامل وتحريرها وتحرير دوما، إلا أن يبدو الأجواء والأحداث المتدحرجة والتصعيد الأمريكي حتى بيقابله تصعيد روسي واضح فوق الأجواء السورية وأيضا بالميدان السوري، فرضت علينا أن نبحث أيضا هذه التطورات. سنبدأ بأبرز يعني كلام صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدات له على موقع تويتر، حيث أكد أن الصواريخ آتية إلى سوريا ذكية ودقيقة على حد تعبيره. ودعا ترامب بتهكم روسيا إلى التصدي للصواريخ، وقال إن موسكو يجب ألا تقف إلى جانب من يقصف الناس بالغازات. حول هذه المواقف التصعيدية على ما يبدو والمستمرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينضم إلينا الزميل محمد كريم من واشنطن، وأيضا سينضم إلينا الرد الروسي الواضح كان من الخارجية الروسية الزميل سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو من كالينغراد. سأبدأ معك محمد كريم، يعني هل دقت ساعة الصفر يمكن أن نقول من خلال كلام ترامب، خصوصا يعني بتغريدة ثانية يقول العلاقة مع روسيا في أسوأ حالات منذ أيام الحرب الباردة ويدعو إلى وقف سباق التسلح، في حين أن يقول الصواريخ هي ذكية ودقيقة التي ستصيب سوريا؟ هل يمكن أن نفهم بأنها مواقف متناقضة متخبطة أم يعلن ساعة الصفر لهذا العدوان الأمريكي على سوريا؟ نعم، فيبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه التغريدات هو بالفعل اتخذ قراره بالاعتداء على سوريا، ويبدو أن هذا الكلام بات واضحا من خلال الإعلان الواضح والصريح الذي جاء به عبر تويتر من أن هنالك ستكون ضربة بصواريخ ذكية تستهدف سوريا، لكنه بالتأكيد لم يحدد متى ساعة الصفر. لكن كما تعلمين أن ترامب هو كانت لديه جولة مقررة في أمريكا اللاتينية، هو لغى هذه الجولة، وايضا وزير دفاعه كان مقررا ايضا ان يكون هنالك في نيفادا في عطله نهايه الاسبوع، ايضا هو لغى هذه الزياره وسيكون متواجدا في واشنطن. اذا هذه التطورات هي كانت منذ يوم امس، ويبدو ان هذا السيناريو هو تم وضعه عندما فشل مجلس الامن الدولي يوم امس في اصدار اي قرار فيما يتعلق بموضوع الكيميائي وهذا والقضيه المزعومه التي حصلت في دوما. لكن اللافت ان كل هذه التطورات وفاهية حصلت منذ اعلان ترامب عن انه سيعتزم سحب القوات الامريكيه من سوريا. كل هذه التطورات جاءت بعد اعلانه هذا، على ما يبدو ان هنالك المعسكر الرافض لهذا القرار هو نجح في اقناع ترامب على ثني عليه والتصعيد تجاه الوضعيه في سوريا. لكن السؤال هنا داخل الولايات المتحده اليوم، هل هو ان ترامب هل يمتلك استراتيجيه او ادارته تمتلك استراتيجيه واضحه داخل سوريا؟ ماذا بعد هذا الاعتداء او هذا العدوان ان حصل؟ السؤال الواضح هنا، الجميع طبعا يتحدث اليوم عن ان التصعيد مع الروس والتهديد بالصواريخ الذكيه وان روسيا كانت سترد فلتسقط هذه الصواريخ. البعض انتقد ترامب هنا خصوصا من بعض المشرعين
من أنهم لا يريدون أن تكون سوريا هي ساحة لتصفية الحسابات الروسية الأمريكية. هم لا يريدون المواجهة العسكرية المباشرة ما بين الأمريكيين والروس على الساحة الروسية. الجميع هنا دائما ما يعني حتى وسائل الإعلام الآن الأمريكية تتحدث عن أن يجب أن تكون هنالك دبلوماسية أيضا بالإضافة إلى التصعيد. التصعيد يجب أن يقتصر فقط على العقوبات لربما المفروضة على روسيا، العقوبات على بعض الشخصيات الروسية، لكن لا تصل الحالة إلى المواجهة العسكرية، وخاصة وأن الولايات المتحدة هي تضع يدها فقط على نحو 20% من الأراضي السورية. طبعا هذا الكلام لأعضاء في اللجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل قليل، هم ظهروا على عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، وبالتالي هم يطالبون كما يصفها. إذا نفهم منك محمد نعم أن هنالك يعني هذا الطرف الداخلي الأمريكي المقابل لاستراتيجية أو للتصعيد الترامبي تجاه روسيا عبر الأراضي السورية لم يستطع إقناع ترامب بالعدول عن السيناريو. وهل كان هنالك من تنسيق مع المواقف الغربية خصوصا فرنسا وبريطانيا اللتان كانت متحمستان بشكل كبير من خلال مجلس الأمن وما شهده بالأمس مشروع القرار الأمريكي؟ نعم بالتأكيد هذا التنسيق هو كان واضحا ومنذ أيام ما بين تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جهة أخرى. الاتصالات هاتفية مستمرة ما بين هؤلاء الأطراف الثلاثة. طبعا أيضا يحاول ترامب عبر هذا التصعيد أن لا يخوض أو يقوم برد عسكري منفردا، هو يحاول أن يشرك كما ما يسميه بالحلفاء، أن يكون الرد كما وصف من قبل بعض هنا المسؤولين الأمريكيين أن يكون ردا جماعيا يشمل أكثر من قوة تشارك في هذا الرد على سوريا، وبالتالي بهدف أن تكون هنالك إيحاء من أن هذا القرار هو ليس قرارا أمريكيا منفردا، هو قرارا جاء قبل مجتمع دولي يرفض لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وبالتالي هذا ما يحاول أن يثبته ترامب. لكن يبدو أن هناك تحدي مباشر وغير مسبوق من ترامب لروسيا أيضا هذه النقطة، على الرغم من أن ترامب كان لا يرغب بالتصعيد باتجاه موسكو وتحديدا اتجاه الرئيس بوتين، وبالتالي اليوم عندما يسعى ويدعو يعني روسيا الاعتراف تلك الصواريخ لإثبات مقدرته، يبدو أنه وضع نفسه بموقف حرج رئيس ترامب إذا تم بالفعل اعتراف هذه الصواريخ الذكية داخل سوريا. ولكن اليوم يبدو أنه أن حتى هذا الاعتداء حصل وفى أنه سيكون محصور بأهداف محددة. هذه الأهداف ربما قد تشمل مطارات، قد تشمل سكنات عسكرية ومستودعات ومراكز قيادة بحسب بعض التسريبات التي صدرت اليوم عن الصحف الأمريكية، وبانتظار ما الذي سيحصل في القادم من الساعات المقبلة وفاء. نعم يعني هذا التصعيد سوف نرى طبيعة الأهداف إذا كانت ستشن أمريكا مع حلفائها هذا العدوان، يعني من خلال على ما يبدو كما قلت تصريحات ترامب وتغريدات ترامب على موقع التويتر، وكأنه لم يحدد ساعة الصفر ولكن اتخذ القرار من قبله ومن قبل الداعمين له. ولكن الرد كان سريعا من قبل الخارجية الروسية حينما قالت بأنه هذه الصواريخ الذكية لترامب يجب أن تستهدف الإرهابيين لا الحكومة الشرعية في سوريا. وهنا نسأل الزميل سلام العبيدي مدير مكتبنا في موسكو وهو معنا من كالينغراد. إذا سلام، يعني في ظل هذا التصعيد الأمريكي كنا قبل قليل نتحدث بأنه لا مجال للمناورة، لا مجال، صحيح أن لديها صبر وروسيا حكيمة باختيار وبقراراتها وبالرد المناسب، ولكن كيف ستضع بخياراتها الاستراتيجية طبيعة الرد والزمان والمكان؟ وفا اولا يعني على ردا على هذا التصريح الطائش او التغريده عبر تويتر، جاء رد وزاره الخارجيه بشكل متزن. روسيا قالت على ترامب ان يطلق صواريخه على الارهابيين وليس على الحكومه الشرعيه في سوريا. هذا واحد. اثنان، روسيا تتعامل مع هذا التصريح
على أنه تغريدة على حساب الرئيس الأمريكي ترامب في تويتر، أي أنه ليس تصريحا رسميا صادرا عن البيت الأبيض أو على لسان الرئيس ترامب شخصيا في مثلا مؤتمر صحفي أو في لقاءاته الدورية مع الصحافة أو على لسان الناطق باسم البيت الأبيض، ولا حتى على لسان متحدث باسم وزارة الدفاع أو الخارجية. فروسيا تتعامل معه على أنه تصريح ليس رسميا بالكامل، هذا أولا. ثانيا، يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن يعني عند الإدلاء بمثل هذه التصريحات يجب أن تكون يعني لهذه التصريحات يجب أن تكون أسس. والمعتاد سابقا الولايات المتحدة كانت عندما تقرر شن ضربة عسكرية تعلن عن ذلك أو قبل الضربة أو بعد الضربة مباشرة أو حتى أحيانا أثناء الضربة العسكرية. فلذلك هذه المرة يعني يجب أن يتم التعامل مع هذه التصريحات من هذه الزاوية. أيضا بالنسبة للرد الروسي، روسيا حددت كيفية تعاملها مع أي عدوان على سوريا، هذا الأمر أصبح واضحا. وإذا كان ترامب يتحدث عن صواريخ ذكية فإن لدى الروس صواريخ لا تقل ذكاء وربما أكثر ذكاء لأنها استخدمتها بشكل فعال في سوريا، وهي أحدث من الصواريخ الأمريكية، صواريخ توماهوك وصواريخ كروز. لذلك وأيضا لدى روسيا من الأنظمة ومعدات العسكرية في سوريا ما يكفل كفاءة عالية في التصدي لأي هجوم من هذا النوع. فالرد الروسي إن وقع أي عدوان أمريكي على سوريا سيكون بمواجهة هذا العدوان عسكريا أيضا، وروسيا قالت هذا بصراحة، رئيس الأركان قال ذلك بصراحة. لكن روسيا تتوقع أن الرئيس ترامب سيكون أكثر عقلانية، وتوجد يعني سوابق، نحن كلنا نتذكر كيف هدد ترامب كوريا الشمالية وكيف وصف رئيس كوريا الشمالية. اليوم ترامب يقول روسيا تتبع سياسة خبيثة، نتذكر كيف ترامب كان يتهجم على كوريا الشمالية وعلى رئيسها ويهدد بصواريخه الكبيرة قياسا بالصواريخ الكورية الشمالية، ولكن كيف انتهى الأمر؟ هناك اتفاق على بدء مباحثات مباشرة بين الكوريتين وبين الرئيسين. سلام، هل يمكن يعني كان هنالك دعوة بالتويتر الأخير أو عفوا بالتغريدة الأخيرة للرئيس ترامب بالدعوة إلى وقف سباق التسلح يعني تجاه أكيد يقصد روسيا في المقابل القطب الآخر، ولكن هل يمكن أن نفهم من هذا الكلام بأن الاشتداد هذه العاصفة هذا التحشيد العسكري سوف يفضي يمكن في مكان ما إيجاد يعني مكان ما للدبلوماسية أو لتخفيض هذه حدة هذه التصريحات العسكرية كما حصل مع كوريا الشمالية، أم أن الوقت قد فات والآن الكلمة الفصل هو فقط للميدان وللعمل العسكري؟ وفأنا لا أعتقد أن الوقت قد فات، وكما ذكرت أنا وأنت كررت ذلك في القصة المتعلقة بكوريا الشمالية، ربما أيضا هو يعني يرفع السقف ويعلي النبرة لكنه في النهاية ينتظر حوارا مع روسيا، لأنه نتذكر جيدا الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس فلاديمير بوتين قبيل الانتخابات الرئاسية بأيام عندما عرض عضلاته وعرض قدراته العسكرية في مواجهة المخططات الأمريكية والغربية لاحتواء روسيا. فالرئيس ترامب أيضا يعني يريد أن يتضاهى يعني أن يظهر حزمه وإرادته وقوته في التعامل مع روسيا أيضا من هذه الزاوية. لذلك يجب أن لا نأخذ ما يقوله ترامب حرفيا، وإنما هي نوع من يعني الوعيد والتهديد، والهدف هو رفع سقف الموقف الأمريكي، لأن الرئيس ترامب يفهم جيدا أنه لن يدخل في حرب مع روسيا، وهو في غنى عن مثل هذه الحرب لأنها ستكون حرب مدمرة. نعم، سلام. هي ستكون حرب عالمية ثالثة. لا أعتقد أن الرئيس ترامب، صحيح هو بلغ من العمر عتيا، لكنه لا أعتقد أنه يريد أن يدمر المنطقة ويدمر العالم بتصرفات رعناء وبشن حرب عالمية ثالثة، لأنه على المحك هيبة روسيا وهيبة الرئيس فلاديمير بوتين، رغم أن روسيا يعني بلد يتسم بسياسة يعني عقلانية.
توسيع هذا العدوان لا يستهدف سوريا وإيران وروسيا في سوريا، بل أيضا هيبة روسيا عالميا ودوليا كما قلت سلام، وهذا يدفع بتبعات إلى حرب ما سمي بحرب عالمية ثالثة، وهنا يؤخذ بالحسبان تحديد أهداف معينة، أو إن كان فقط سيبقى بالتصعيد الكلامي المعروف لدى الرئيس ترامب، أو إذا كان سيتهور ويذهب إلى الآخر واتخاذ قرار بشن عدوان كبير وشامل وواسع. نحن سنترقب يعني الأيام الساعات المقبلة، ليس فقط أيام، لمعرفة كيف ستتطور الأحداث على الأرض. أشكرك جزيل الشكر الزميل سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا من كالينغراد، وكذلك الشكر موصول للزميل محمد كريم كان معنا من واشنطن. إذن هنالك أيضا معلومات أفادت بها وسائل إعلام أمريكية التي أكدت بأن حاملة الطائرات USS ترومان توجهت في طليعة سفن حربية إلى البحر المتوسط. ووفق وسائل الإعلام فإن المجموعة ستغادر ميناء نورفولك اليوم باتجاه أوروبا والشرق الأوسط لتنضم إلى حاملة طائرات أخرى في المنطقة. ونبقى في ردود الروسية بإعلان ونائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع وإعلانه بأن الرد الروسي سيكون فوريا في حال تعرض الجنود الروس في سوريا لأي ضرر من عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد سوريا. كما أكد أن القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس محمية جيدا. وبعد التهديد الأمريكي والإعلام الروسي وإعلانه الجاهزية الرد الروسي، الآن سنتعرف على ماذا يمتلك الطرفان في حال هذه المواجهة في هذا العرض المباشر من استديوهات الميادين مع الزميلة مريم عثمان. إليك مريم. شكرا لك وفاء. أهلا بكم مشاهدينا. أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها، هذا ما أكده سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبيكن في رد على إعلان غربي باحتمال توجيه ضربة عسكرية مشتركة ضد دمشق وبدء تنفيذ حشد عسكري غربي على شواطئ البحر المتوسط. مقاتلات روسية من الجيلين الرابع والخامس الأكثر تطورا أبرزها سو-57 وسوخو هي أبرز ما قد تستخدمه روسيا في التصدي لأي هجوم غربي، وستكون في مواجهة الطائرات الأمريكية والفرنسية التي وضعت في حالة تأهب بانتظار القرار السياسي بتوجيه ضربة ضد سوريا. صواريخ S-300 وS-400 وصواريخ اسكندر الروسية هي أبرز أنظمة الدفاع الجوي التي قد تستخدمها روسيا في التصدي لأي هجوم غربي. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن أنظمة الدفاع الجوي S-300 وS-400 قد تكون تغطيتها مفاجئة لأي جسم مجهول الهوية، وهي تمتلك الوقت الكافي لتحديد مسار الصواريخ وتتبع الطائرات التي قد تطلقها. أما صاروخ كروز الروسي X-50 فيعتبر الرد الروسي الأحدث على صواريخ كروز الأمريكية التي قد تستخدمها واشنطن في سوريا. هو صاروخ يتجاوز مداه 1500 كيلومتر ويمكنه أن يطير بسرعة تصل إلى 950 كيلومترا في الساعة وعلى ارتفاع منخفض حتى لا يكتشفه الرادار المضاد، وهو مزود بوسائل الحماية من الصواريخ المضادة، ما يجعل اكتشافه وإسقاطه شبه مستحيلين. أما صواريخ اسكندر فهي صواريخ مسيرة يصل مداها إلى 500 كيلومتر ويستحيل على العدو المفترض اعتراضها، فيما يمكن تزويد منصات إطلاقها بأنواع مختلفة من الصواريخ بما فيها المجنحة الفائقة الدقة. أي مواجهة روسية أمريكية في سوريا لن تقتصر على المقاتلات والدفاعات الجوية، إذ إن القوى البحرية الروسية الموجودة في مياه المتوسط ستكون في مواجهة المجموعة الضاربة من الأسطول الحربي الأمريكي التي انطلقت نحو البحر المتوسط وعلى رأسها حاملة الطائرات هاري ترومان، وفي مواجهة المدمرة الأمريكية دونالد كوك. القوى البحرية الروسية لا تقتصر بحسب مصادر عسكرية على السفن العادية، بل تشمل أيضا غواصات نووية مزودة بتوربيدات وبصواريخ كاليبر مخصصة لتدمير الأهداف البحرية والبرية. عودة إليك وفاء.
شكرا لك مريم. هذا في حال المواجهة العسكرية وما يمتلكه الطرفان من صواريخ ومعدات وآليات لمواجهة بعضهما البعض. أما بال يعني المواجهة الدبلوماسية تجدد هذا المشهد الكباش بين الروس وأيضا الغرب وأمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن بشأن سوريا، حيث فشل المجلس بالتوصل إلى اتفاق على أي من مشاريع القرارات الثلاثة التي تقدمت بها روسيا والولايات المتحدة بشأن التحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في دوما. التفاصيل في التقرير التالي للزميل نزار عبود. عناق ومصالحة بين مندوب روسيا ومندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، لكن ما جرى بعدها كان مناقضا تماما لهذا المشهد الودي. ربما كانت المرة الأولى التي يصوت فيها مجلس الأمن الدولي على ثلاثة قرارات في جلسة واحدة وتفشل جميعها. طرحت الدول الغربية مشروع قرار يطلب إحياء آلية التحقيق المشتركة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لمدة عام وتحديد المسؤول عن هجوم دوما المزعوم لمحاسبته. رفضته روسيا وتقدمت بمشروع قرار يدعو لتشكيل آلية تحقيق مشتركة تعمل بمهنية وتبني نتائجها على حقائق مادية، فرفضه الجانب الغربي. وعندما عادت روسيا وطرحت مشروع قرار مخفف يقضي بدعم عمل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أسقطته الدول الغربية وحلفائها أيضا. لجنة تقصي الحقائق تستطيع تحديد ما إذا كان السلاح الكيميائي قد استخدم في دوما وتحديد نوعية السلاح أيضا، لكنها غير مخولة تحديد من استخدمه وما هي الخطوة الأساسية لتحميل المسؤولية والمحاسبة. مندوب روسيا أسف لتعطيل واشنطن ولندن الحل الوسط ورأى فيه توطئة لعدوان محتمل. موقفكم من سوريا يجعلنا جميعا قلقين للغاية مما يمكن أن نصل إليه، لأننا قد نجد أنفسنا أمام أحداث خطيرة ومحزنة، وأطلب منكم الامتناع عن الخطط التي تضعونها لسوريا. أما مندوب سوريا فقد وجه تحذيرا بأن بلاده لن تقبل ما يبيت لها من خطط تدميرية بذرائع كاذبة. وليسمعوني جيدا، إن تهديدكم بالعدوان ومناوراتكم وتضليلكم وكذبكم وإرهابكم لن يحيدنا كدولة مؤسسة لهذه المنظمة الدولية عن ممارسة واجبنا وحقنا بموجب الميثاق وبموجب دستورنا الوطني في الحفاظ على سيادة بلدنا ووحدة أراضينا وفي صد أي عدوان مهما كان مصدره، ولن نسمح لأحد كبيرا كان أو صغيرا دائم العضوية أو غير دائم العضوية أن يكرر فينا ما فعلوه بالعراق وبليبيا. واختتمت الجلسة الطويلة دون أي توافق، ما جعل الأنظار شاخصة تتفحص عواقب هذا الفشل. في الأزمة السورية كل شيء يبدو متبدلا وبسرعة، فكما تبدلت قواعد الاشتباك على الأرض تتبدل قواعد الاشتباك الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة، والدول الغربية عازمة بشكل كامل على شيطنة روسيا وسوريا على خلفية الملف الكيميائي. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين. يتزامن ذلك مع ارتفاع نبرة التهديد الإسرائيلية ضد سوريا وإيران، ارتفاع قابلته تحذيرات من خبراء ومسؤولين أمنيين من أي مغامرة قد تخوضها إسرائيل في ظل ما قد تنطوي عليه من مخاطر. تقرير منال إسماعيل. على وقع التطورات التي تشهدها الساحة السورية، ارتفعت نبرة التهديد الإسرائيلية ضد سوريا بذريعة محاربة التمركز الإيراني فيها. لن نسمح بتمركز إيراني في سوريا ومهما كانت الأثمان، ليس لدينا خيار آخر، لن نوافق على أن يضع الإيرانيون طوقا خانقا حول عنقنا. أنا أصلي فعلا لأن تهاجم الولايات المتحدة والعالم الغربي هذه المرة عسكريا وبنطاق واسع في سوريا، وتجعل الأسد يدفع ثمنا شخصيا إلى حد موته وشنقه في ساحة المدينة.
تصعيد لغة التهديد الإسرائيلية قابلته تحذيرات من قبل خبراء ومسؤولين أمنيين وسياسيين من خطورة أي مغامرة إسرائيلية ومن الثمن الباهظ الذي قد تدفعه إسرائيل في حال أقدمت عليها. إذا حصلت مواجهة فأنا قلق جدا من صورة جاهزيتنا لمواجهة شاملة مع حزب الله والسوريين. المستوى السياسي بعيد جدا من أن يفي بالتزاماته ويعمل في مواجهة احتمال اندلاع حرب شاملة لنكون مستعدين وجاهزين كما ينبغي تحديدا في الجبهة الداخلية، وهذا الأمر مقلق جدا. وبموازاة الموقف الروسي الذي كسر هامش الضبابية الذي استفادت منه إسرائيل لتنفيذ اعتداءاتها ضد سوريا، برزت تحذيرات من إمكانية أن تجد إسرائيل نفسها وحيدة في حال تورطها في مواجهة ضد سوريا. لقد تعلمنا أن الروس ليسوا معنا حتى النهاية، لا في المسألة السورية ولا فيما حصل قبل شهرين ولا فيما يحدث الآن. الأمريكيون أيضا ليسوا معنا حتى النهاية، وهم يحرصون على مصالحهم. هذا يبقينا في وضع حاد جدا. سيناريو التدهور إلى حرب متعددة الأطراف تتورط فيها إسرائيل يصبح برأي معلقين ملموسا أكثر من أي وقت مضى، والمقولة الشهيرة بأنك قد تعرف كيف تدخل في حرب لكنك لا تعرف كيف تخرج منها صحيحة الآن وتنطبق على إسرائيل. في المقابل، الأمم المتحدة غير قادرة على تأكيد حصول هجوم كيميائي على مدينة دوما في سوريا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إلى فتح تحقيق جدي ومستقل مصعصي. تمايز واضح بين مواقف الأمم المتحدة ومواقف الدول الغربية واتهامات هذه الدول لدمشق بشن هجوم كيميائي في مدينة دوما. تصريحات ومواقف المسؤولين في المنظمة الأممية من رأس الهرم أنطونيو غوتيريش إلى الناطقين باسم منظمات المساعدات الإنسانية العاملة في الميدان السوري وهم الأكثر قربا من الحدث تبرز الكثير من الشكوك بشأن الاتهامات الغربية. الأمين العام للمنظمة أظهر بلغة أممية شكوكه بالاتهامات الغربية من خلال توجيه دعوة واضحة للاحتكام إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف. يقول الأمين العام إن خطورة الادعاءات الأخيرة تتطلب إجراء تحقيق شامل باستخدام خبرة محايدة ومستقلة ومهنية، ويؤكد دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في إجراء التحقيق المطلوب حول هذه الادعاءات. وينبغي منح بعثة تقصي الحقائق إمكانية الوصول الكامل إلى المنطقة من دون أي قيود. المنظمات الأممية الإنسانية العاملة في الميدان السوري حسمت بأنها غير قادرة على تأكيد حصول الهجوم الكيميائي. ليس لدينا إمكانيات تأكيد الادعاءات التي تتحدث عن حصول الهجوم الكيميائي في دوما. وصلتنا بعض التقارير التي تشير إلى صعوبة التنفس لدى بعض المواطنين، لكننا لسنا بموقع التأكيد ما إذا كان السبب في ذلك هو هجوم كيميائي. أريد أن أوضح أننا لا نعمل داخل دوما، وهذا يعني أننا غير قادرين على تأكيد أو نفي حصول الهجوم، والسبيل الوحيد للتوصل إلى استنتاجات بهذا الموضوع هو إجراء التحقيقات. ممثل المفوضية العليا للاجئين تحدث في مؤتمر صحفي في جنيف بإسهاب عن معاناة المحاصرين في دوما والفارين منها من دون إدراج أي إشارة لهجوم بالأسلحة الكيميائية على المدينة. إذا كانت الأمم المتحدة وفرقها العاملة في الميدان السوري غير قادرة على تأكيد حصول هجوم كيميائي على دوما، فعلى ماذا استندت مجموعة الدول الغربية لتأكيد حصول الهجوم وإطلاق التهديدات بالرد العسكري؟ موسى عاصي، جنيف، الميادين. وبالعودة إلى التطورات الميدانية في الغوطة الشرقية لدمشق، حيث خرج نحو 4000 من المسلحين مع عائلاتهم من مدينة دوما ونقلوا إلى شمال حلب. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن عدد المسلحين الذين أخرجوا من المدينة بلغ 12000، فيما خرج نحو 165000 شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل الميادين الزميل محمد الخضر من معبر الوافدين. يعني في الساعات الماضية محمد، لم تخرج أي حافلة لتنقل هؤلاء المسلحين وعائلاتهم باتجاه جرابلس شمال حلب. الآن كيف يبدو الوضع؟ وهل نتوقع بساعات ما بعد الظهر خروج عدد إن كان يمكن القول كبير إلى حد ما من مسلحي جيش الإسلام؟
في الواقع وفى قبل دقائق قليلة فقط خرجت أولى الحافلات، يعني خرجت حافلتان بالضبط من هذا المعبر لتصطف خارج هذه المنطقة كما جرت العادة. هو إشارة على بدء التحرك في الواقع لخروج هؤلاء. قد يكون الوقت تأخر في يعني للبدء بإخراج هذه الحالات، لكن على ما يبدو سوف يكون متواتر ومتزامن خلال الساعات القليلة القادمة، خصوصا أنه توجد أكثر من 30 حافلة وربما يصل العدد إلى 40 حافلة هي متواجدة داخل تلك المدينة من جهة، ثم هناك مثل هذا العدد وأكبر من الحافلات تنتظر هنا دورها للدخول إلى تلك المنطقة من أجل القيام بنقل هؤلاء. بطبيعة الحال النقل يكون عندما تتجمع كل هذه القافلة وبمرافقة من الشرطة العسكرية الروسية والوحدات الأمنية السورية، والوجهة دوما هي ريف حلب الشمالي الشرقي. نعم محمد، يعني هل يمكن القول بأن بالحافلات السابقة تم تسليم كل الأسلحة الثقيلة لهؤلاء المسلحين عند خروجهم، واليوم يعني ستسير الأمور بنفس الآلية وبنفس الوتيرة؟ صحيح، هو في نفس الوتيرة والآلية. الآن كل السلاح الثقيل يعني ليس هناك تأكيد نهائي، وإنما كان بالأمس هناك وحدات الجيش عرضت لأسلحة متوسطة في الواقع ورشاشات متوسطة وقواذف وذخيرة وبعض الرشاشات ممن تم تسلمها من مسلحي هذا التنظيم. ربما العملية استلام كامل الأسلحة هي سوف تكون متزامنة في الواقع مع خروج هؤلاء وصعودهم على الحافلات، لأن هؤلاء المسلحين هم السلاح الثقيل والمتوسط وسطهم الذين يعملون عليها وهم مستلمين هذا السلاح. لذلك سوف يكون التسليم الكامل لكل السلاح مرتبط بخروج كامل هؤلاء، أو حتى أن الجزء المتبقي لربما، لأن هناك أعداد يفترض أن تتبقى في هذه المنطقة بعد أن تقوم بعمليات التسوية والتعهدات المطلوبة. نعم، للبقاء في هذه المنطقة في مدينة دوما. نعم، شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه المعطيات الميدانية التي وفيتنا بها من معبر الوافدين. وفي أبرز المواقف المتضامنة مع سوريا، كان هنالك إعلان لحزب التيار الشعبي بتونس عن دعمه لسوريا بمواجهة التهديدات العدوانية. التيار الشعبي أشار في بيان إلى تصاعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بعد انتصار الجيش السوري في الغوطة الشرقية، وأشار أيضا إلى أن القوى المعادية لسوريا بدأت بالتحضير للتدخل مباشرة بعد هزيمة وكلائها في تفكيك سوريا. التيار الشعبي طالب الخارجية بالتعبير عن رفضها شن عدوان على سوريا لأنه يهدد السلم الدولي. ومع هذا البيان لحزب التيار الشعبي في تونس والتضامن مع سوريا، نصل إلى ختام النافذة في الظهيرة، والآن عودة لمتابعة النشرة في استديوهات الميادين مع الزميل ملحم ريا. إليك ملحم. وفاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نتحول الآن إلى فاصل نتابع بعده ما تبقى من هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش اليمني شن غارات جوية بطائرة مسيرة من طراز قاصف واحد على مطار أبها في عسير وشركة أرامكو بجيزان السعوديتين. التحالف السعودي نفى إصابة الشركة بأي ضرر، وأعلن أن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت صاروخا فوق أجواء جيزان. مطار أبها السعودي وشركة أرامكو النفطية تحت مرمى قاصف واحد اليمنية في عملية تعد الأولى من نوعها لسلاح الجو اليمني خارج حدود بلاده. الجيش اليمني أعلن شن غارة بواسطة طائرة مسيرة من طراز قاصف واحد. حمولة الرأس الحربي للطائرة تزن 30 كيلوغراما، وهي قادرة على التحليق لساعتين فيما يصل مداها إلى 150 كيلومترا. الضربات الجوية أتت بعد ساعات من إعلان القوة الصاروخية اليمنية إطلاق صاروخ باليستي من طراز قاهر M2 على معسكر مستحدث للجيشين السعودي والسوداني في منطقة علب بعسير السعودية. كما أطلق الجيش واللجان الشعبية صاروخا باليستيا من طراز بدر واحد على معسكر الإمداد والتموين في أحد المسارحة جنوب جيزان السعودية. وتتزامن الضربات الباليستية للجيش واللجان مع عمليات استهدفت مواقع عسكرية سعودية بالقصف الصاروخي والمدفعي في جبهة ما وراء الحدود اليمنية السعودية. مصدر عسكري يمني أفاد باستهداف الجيش واللجان تجمعات الجيش السعودي بصواريخ الكاتيوشا في موقعي سوديس ونهوكا بنجران السعودية.
في الداخل اليمني تواصلت المواجهات بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في محيط معسكر خالد الاستراتيجي، إضافة إلى تبادل القصف الصاروخي بمديرية موزع جنوب غرب تعز. وفي حجة غرب اليمن أفاد مصدر عسكري باندلاع معارك عنيفة وتبادل للقصف المدفعي بين الطرفين شمال غرب مدينة ميد الحدودية مع السعودية. في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على ميد في محاولة لإسناد قوات هادي على الأرض. في محافظة صعدة استشهد 4 أطفال وجرح 10 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة في غارتين جويتين للتحالف السعودي على مديرية رازح، كما شنت طائرات التحالف السعودي 5 غارات على مديرية مقبنة جنوب غرب محافظة تعز. قتل 257 شخصا بتحطم طائرة عسكرية جزائرية عند إقلاعها من القاعدة العسكرية في بوفاريك. الطائرة تنقل أكثر من 200 عسكري مع عائلاتهم كانوا متجهين إلى ولاية بشار غرب البلاد. نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح قطع زيارته الميدانية إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران ليتوجه إلى مكان الحادثة، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة رصد للمقاومة وأراضي زراعية في حي الزيتون شرق مدينة غزة. جاء ذلك عقب توغل محدود لجرافات عسكرية إسرائيلية شرق حي الشجاعية بعد إعلان جيش الاحتلال عن انفجار عبوة قرب آلية هندسية أو شمالية القطاع من دون إصابات أو أضرار. كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها الرشاشة صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. الناطق الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم رأى أن القصف يعكس حالة التخبط والهستيريا لدى إسرائيل جراء الانخراط والتفاعل الشعبي الكبير في مسيرات العودة والالتفاف حول المقاومة. برهوم قال إن القصف الإسرائيلي لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تحديا وصمودا في مواجهة المحتل وكسر الحصار مهما بلغت التضحيات. حذر المتحدث باسم التحالف الأمريكي ريان ديلون من شن داعش هجمات للتأثير في الانتخابات العراقية. وفي لقاء متلفز أشار ديلون إلى أن داعش لم ينتهي كليا في العراق وأن عناصره يتجمعون في مناطق تعرفها الحكومة العراقية وهم قد يشنون هجمات تستهدف ناخبين. يواصل الناخبون في أذربيجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية حيث يصوتون لاختيار رئيسهم المقبل من ضمن 8 مرشحين، وتشير استطلاعات الرأي إلى فوز محتم للرئيس الحالي إلهام علييف. لا شيء يوحي في شوارع باكو بحماوة معركة الانتخابات الرئاسية. تغيب اللوحات الإعلانية لمرشحي الرئاسة عن الأحياء والأزقة باستثناء الأماكن المخصصة لها، وتغيب معها حماسة المواطنين للمشاركة في عملية الاقتراع. السبب بات واضحا، أفضلية مريحة لفوز الرئيس الحالي إلهام علييف الذي تسلم الحكم منذ العام 2004 بولاية جديدة بحسب ما تشير إليه كل استطلاعات الرأي. 8 مرشحين يخوضون السباق الرئاسي. انتخابات تؤكد السلطات في أذربيجان شفافيتها ونزاهتها، وهي خصصت لجان مراقبة وأحدث الوسائل لكشف التزوير. أما المعارضة فالأمور من ناحيتها تبدو مختلفة. تغيير موعد الانتخابات من أواخر العام إلى 13 نيسان/أبريل من دون سبب مقنع رأى فيه المعارضون محاولة لشذمتهم، فاختاروا المقاطعة. مقاطعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة على ما يبدو. قبلها قطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية عام 2015 وبعدها الانتخابات البلدية من دون أن تحقق خرقا في جدار السلطة المتين.
اليوم يراهن الرئيس إلهام علياف على كثافة الإقبال وزيادة نسبة المشاركة للرد على اتهامات المعارضة له بالتهميش، فيما ستنتظر المعارضة 7 سنوات مقبلة هي مدة ولاية الرئيس بعد آخر تعديل دستوري لتحقيق التغيير. اختار مواطنو أذربيجان التنمية والاستقرار معيارا للمفاضلة بين المرشحين للرئاسة، لكن استطلاعات الرأي التي تعطي أفضلية واضحة للرئيس الحالي إلهام علياف انعكست هدوءا في شوارع المدينة وغيابا لحموات المنافسة. أحمد عبد الله من مدينة باكو عاصمة أذربيجان، الميادين. ويبقى معنا من باكو عاصمة أذربيجان مفدى الميادين أحمد عبد الله. أحمد، كيف تجري عملية الاقتراع؟ هل يلاحظ إقبال على صناديق الاقتراع أم لا؟ ملحم، في الحقيقة تتواصل عملية الاقتراع التي بدأت عند الساعة 8 صباحا، الساعة التي بدأ فيها الناخبون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع. هذه العملية إذن تتواصل بنسبة تتطور مع مرور الوقت. في الساعة 12 ظهرا نسبة الإقبال كانت بحدود 40% بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية قبل ساعة ونصف من الآن تقريبا. وفي يعني معلومات جديدة يعني كشفت عنها لجنة الانتخابات المركزية، قالت إن نسبة الانتخابات أو نسبة الإقبال بلغت 60%. النسبة التي سجلت في الانتخابات الماضية عام 2003 بلغت 67%. نحن تقريبا هنا في باكو الساعة الآن 5:45، تقريبا ساعتان فقط تفصلنا عن إقفال صناديق الاقتراع عند الساعة 7 مساء، ويتوقع أن تتجاوز نسبة الاقتراع 70%. لجنة الانتخابات المركزية أيضا لم تتحدث، قالت أن الانتخابات تجري في أجواء هادئة جدا وأجواء صحية، إذ لم تسجل أي شكاوى وأي خروقات خلال هذه العملية التي تجري وسط مراقبة دولية، أكثر من 900 مراقب دولي وأكثر من 58,000 مراقب محلي يقومون بمراقبة سير هذه العملية الانتخابية التي يتنافس كما بات معلوما فيها 8 مرشحين أوفرهم حظا أيضا هو الرئيس الحالي إلهام علياف. بعد الساعة 7 مساء هناك مؤتمر صحفي سوف تعقده لجنة الانتخابات المركزية، وستبدأ النتائج تباعا يعني بالصدور. أود أيضا ملحم أن أشير إلى بعض التحركات التي رصدناها في الشارع. هذه التحركات هي تحضيرا للاحتفال فور إقفال صناديق الاقتراع، ربما تحركات عفوية مناصرة للرئيس إلهام علياف المتوقع فوزه في هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك أحمد عبد الله، مفدنا إلى باكو. شكرا مشاهدينا. الآن ننتقل إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة وزميل عبد الله ظاهر. أهلا بك عبد الله. مساء الخير ملحم. تفضل. شكرا. أهلا بكم. حذر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح من أن وضع الإمدادات المستقبلية لعدد من مصادر الطاقة غير مطمئن، ولا سيما النفط الخام. وخلال مؤتمر في الهند قال الفالح أن الاستثمارات في قطاع النفط لا تواكب وتيرة الطلب العالمي على الوقود، لكنه لفت في المقابل إلى الطمأنينة مع مواصلة استمرار نحو 25 دولة منتجة للنفط التزامها بالحفاظ على استقرار سوق الخام. عثرت اليابان على مخزون ضخم من المعادن الثمينة قادر على سد حاجات العالم لقرون، فقد قامت مجموعة علماء بتحليل حقول ضخمة من المعادن النادرة في قعر المحيط الهادئ، وتبين أنها تحوي أكثر من 16 مليون طن من هذه المعادن. وفي دراسة نشرتها مجلة ساينتفيك ريبورتس قال العلماء إن اكتشاف الحقول تم عام 2013، وهي تحوي معادن ثمينة مستخدمة في صناعة التكنولوجيا المتطورة مثل الطواحين الهوائية والهواتف الذكية.
حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية أو ما يعرف بهيئة حماية الدستور من التجسس الاقتصادي عبر شراء الشركات. رئيس الهيئة أشار على وجه الخصوص إلى الشركات الصينية التي تستحوذ على شركات في ألمانيا، وأوضح أنه لم يعد هناك حاجة إلى شن هجوم للتجسس عندما يكون بالإمكان الاستحواذ على الشركة. ولفت إلى أنه بجانب الآثار الإيجابية للاستثمارات مثل توفير فرص عمل وتعزيز النمو، فإنه يتعين أيضا وضع المخاطر الأمنية الداخلية في عين الاعتبار. أبدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تشاؤمها حيال مستقبل نمو الاقتصاد العالمي، ولا سيما في ظل التوتر بين الولايات المتحدة من جهة وشركائها التجاريين من جهة أخرى، وهو ما يهدد التبادل العالمي الحر. وفي كلمة ألقتها في هونغ كونغ تمهيدا لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، حضت لاغارد الحكومات على الابتعاد عن الحمائية التي تقوض النمو الاقتصادي، وذكرت بأن الصندوق رفع في شهر كانون الثاني يناير الماضي توقعاته للنمو العالمي خلال العامين الحالي والمقبل. لا نزال متفائلين، الصورة العامة مشرقة حاليا، لكن تتراءى لنا غيوم قاتمة في الأفق. لابد من التحرك ما دامت الظروف الاقتصادية مؤاتية. نافذة الفرص مشرعة أمام الحكومات لدعم النمو الاقتصادي، وفي طليعة الإجراءات الابتعاد عن الحمائية بكل أشكالها. هناك ضرورة عاجلة، فالغموض ازداد بشكل كبير في ظل التوتر التجاري والمخاطر المالية المتزايدة، فضلا عن الغموض الجيوسياسي. أكد محافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ أن بكين لا تخطط لخفض قيمة عملتها في إطار مواجهة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ووعد بأن تفتح الصين قطاعها المالي أمام الاستثمار الأجنبي، وهو أحد طلبات واشنطن المتكررة. تصريحات يي غانغ تأتي بعد يومين من تقارير إعلامية أفادت بأن الصين تدرس خفض قيمة اليوان تدريجيا لتعويض تأثير تعريفات أمريكية جديدة على صادراتها وسط تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة أكبر شركائها التجاريين. نكتفي بهذه الأخبار الاقتصادية في الظهيرة. شكرا لحسن متابعتكم. عودة لك ملحم. عبد الله شكرا لك. فاتح المدرس فنان تشكيلي سوري رحل قبل فترة طويلة، لكنه عاد إلى جمهوره عبر مرسمه الذي يحمل اسمه في دمشق. المرسم الذي يديره الفنان عصام درويش بات قبلة الفنانين لعرض نتاجهم وإلقاء نظرة على جزء من الأعمال الفنية للراحل. مرسم الفنان التشكيلي السوري الراحل فاتح المدرس في دمشق تحول إلى منطلق لحركة نشطة من المعارض والفعاليات التشكيلية والثقافية. الفنان التشكيلي الذي تحول إلى رمز من رموز الحداثة في الفن التشكيلي العربي أبدع في كتابة القصة والشعر، وقدم مجموعة قيمة من الدراسات والأبحاث الأكاديمية. في مرسمه الدمشقي يمكن الاطلاع على جزء من أعماله ما بين اللوحة أو السكتش والمخطوطة بمقاسات صغيرة التي تعبر عن أسلوبه في اختيار موضوعاته وأحلامه. تنضح لوحات الراحل فاتح المدرس بالناس وأحزانهم، وتعكس تجربته القاسية في الحياة التي أسست لفلسفته وأدبه وفنه. رسم المدرس للأم ولفلسطين وللثورة وللنزوح وللمقاومة الفلسطينية واللبنانية في الجنوب، وكان له مواقف حاسمة وواضحة تجاه القضايا العربية الكبرى. والآن إلى الرياضة ومحمد إجرادي. أهلا بك محمد. أهلا ملحم، شكرا لك. أهلا بكم. ريمونتادا تاريخية تخوض روما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 84 بعد الفوز على برشلونة بثلاثية في ملعب الأولمبيكو. الفريق الإيطالي قلب الطاولة على متصدر الدوري الإسباني وأمن حظوظه في التأهل حتى الرمق الأخير رغم خسارة ذهابا في كامب نو بربعية لهدف. هدف البوسني أدينزيكو المبكر منح روما جرعة معنوية قوية وترجمت بهدف ثان لدي روسي من ركلة جزاء قبل أن يخطف اليوناني مانولاس هدف التأهل. شبح الملاعب الإيطالية واصل مطاردة برشلونة حيث فشل الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز في زياراته السبع الأخيرة. و
وبعد الانتهاء من الاحتفال مع الجماهير حول لاعبو روما غرفة تبديل الملابس إلى مسرح للغناء والرقص، حيث احتفل اللاعبون بطريقة هستيرية. بدوره النجم المصري محمد صلاح يعود من الإصابة ويمنح ليفربول بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تجديد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين لواحد. صلاح قضى على أمال أصحاب الأرض في محاولة تسجيل ريمونتادا جديدة، حيث أدرك التعادل للريدز بعد أن افتتح جابرييل خيسوس التسجيل مبكرا للسيتي. وأطلق فيرمينيو رصاصة الرحمة على رجال بابي غوارديولا بإحرازه الهدف الثاني. مانشستر سيتي تلقى هزيمته الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات في سابقة لم تحدث مع غوارديولا طوال مسيرته التدريبية. حدث تاريخي، مسرحه ملعب كربلاء الذي استضاف أول مباراة دولية رسمية في العراق بعد رفع الحظر بعد انتظار دام أكثر من عقدين خلال المواجهة التي جمعت الزوراء والعهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي. أكثر من 25 ألف مشجع أطفوا على المباراة أجواء احتفالية كبيرة. المواجهة بين الفريقين العراقي واللبناني كانت مفصلية على صدارة المجموعة الثانية، لكن حسم هوية المتأهل أجل إلى الجولة الأخيرة بعد التعادل بهدف لكل فريق. الزوراء افتتح التسجيل عبر حسين علي السعيد من ركلة جزاء قبل أن يدرك أحمد زراء التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع. في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين، حقق فيلادلفيا 76رز انتصاره 15 على التوالي بفوزه على أتلانتا هوكس ب 121 نقطة ل 113 نقطة. المباراة شهدت تألقا جماعيا لافتا من قبل السيكسرز، حيث نجح ثلاثة لاعبين في تخطي حاجز العشرين نقطة. فكان دي جي راديك الأفضل مع 28 نقطة وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف إرسان إلياسوفا 26 وثماني متابعات، وأحرز ماريك بالينيلمي 20 نقطة. ومن جانب الفريق الخاسر برز توربين برينس مع 27 نقطة وست تمريرات حاسمة. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. عودة إليك ملحم مجددا. محمد شكرا جزيلا. مشاهدينا ونحن أيضا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. ترامب يهدد روسيا بأن صواريخ آتية إلى سوريا، وموسكو تؤكد أنها جاهزة للرد سريعا. مقتل 257 شخصا بتحطم طائرة عسكرية جزائرية عند إقلاعها من القاعدة العسكرية في بوفريك. طائرة مسيرة للجيش اليمني تقصف مطار أبها السعودي في عسير وشركة أرامكو في جيزان. قصف إسرائيلي على نقطة رصد للمقاومة شرق غزة بعد انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية للاحتلال. ولمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. دمتم بخير.